فالصحابة من حبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. في معرض النبي الكريم محمد يتجول الزائر بين قاعاته المتنوعة والقيمة في سلسلة تجسد مراحل حياة خاتم الأنبياء من خلال تصميم لوحات تضم عددا من النصوص المستمدة من الأحاديث الصحيحة إلى جانب مجسمات وصور وخرائط. هذا المعرض يقع في الجهة الغربية من الحرم النبوي الشريف على مساحة تقدر ب 1500 متر مربع، ويرتاده الزوار بكثرة خاصة في شهر رمضان. في كل معرض من هذه المعارض طبعا متوفرة عدد من اللغات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، سواء كانت اللغة الأردية أو اللغة البشتية أو اللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة التركية. فطبعا المعرض هيأنا فيه هذه اللغات لنخدم أكبر شريحة ممكنة من ضيوف اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كل مرشد في هذا المعرض يتولى شرح مرحلة من مراحل حياة خاتم الأنبياء، فهنا يقف زوار طيبة في جناح غزواته، وهذا المجسم يشرح الطريق الذي سلكه الرسول من قباء إلى منازل أخواله بن النجار، كما جسد هنا مراحل الغزوات من غزوة أحد والخندق وبعض من معالم المدينة آنذاك. دخلنا إلى المعرض والحقيقة يعني عجبنا أسلوبهم صراحة في التصوير وفي سرد لقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الجناح من المعرض تشرح هذه اللوحة الكبيرة المسار الذي سلكه النبي محمد في هجرته من مكة إلى يثرب، وهنا تبرز المقارنة بين مسار طريق النبي بالطريق التي كانت تسلكه القوافل، مع توثيق لأبرز محطات طريق الهجرة والأماكن. تأثرت مشاعر كأنك موجود في لحظات نزول القبر، في حفر القبر، في كلمات أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فتمنينا نكون نحن أصحاب اللي موجودين في ذلك الوقت. كل جناح في هذا المعرض له اختلافاته وجمالياته، فقد استوقف الزوار هذا المجسم الذي يشرح بناء المسجد النبوي في السنة 7 من الهجرة، وفي المقابل يبرز المجسم آخر للحجرة النبوية من الداخل، وهنا مجسم مماثل لحجرة السيدة عائشة التي دفن فيها الرسول الكريم. من معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، خميس الزهراني، العربية.